إن الله بالغ أمره، سيصل أمر الله عز وجل، سيبلغ. قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم ذكر الله عز وجل تفصيل العدة أو بعض أنواع العدة، وقد ذكر العدة في البداية، وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. ما العدة هنا؟ نريد أن نفهم موضوع العدة. المرأة إما مدخول بها أو غير مدخول بها، والمرأة من جانب آخر إما تحيض وإما لا تحيض، والمرأة من مكان ثالث إما حامل وإما حائل، الحائل هي غير الحامل. فالله عز وجل يقول عن المرأة التي طلقت قبل الدخول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، في سورة الأحزاب. إذن لا توجد عدة، أقد عليها الملكة ثم لسبب أو لآخر طلقها، لا توجد عدة، لا تعتد، بإمكانها أن تتزوج مباشرة. وإذا كانت امرأة تحيض مدخول بها وتحيض، فالله عز وجل يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، في سورة البقرة. طيب، ثم قال هنا: واللائي يئسن من المحيض. المرأة اليائس أي التي وصلت إلى سن بحيث انقطع عنها الحيض. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. وأيضا اللائي لم يحض، بمعنى أن هذه المرأة كبيرة، أجيز شايب ما شيء اليوم ورم فؤاده وطلقها. فإذا العجيز تبقى في البيت ويتذكر الأيام الخوالي، ويمكن يكلموا أولاده، يمكن يكلموا أولاد عمه، يكلموا الناس: ما حل وعدته؟ طلقها الآن، خليها في البيت. يعني يذكر أحد الناس موقف، أخرجتم شوي عن جو الطلاق، يقول: عدت مرة خرجت مبكرا إلى العمل فنسيت شيئا في البيت، فعدت، فلما دخلت وجدت أبي يجلس على الدرج يبكي، فهالني الأمر، تركت كل شيء وجلست بين يديه. ماذا هناك؟ ماذا حصل؟ ماذا حدث؟ والأب يبكي، وهذا الابن البار يرتجف، والأب يسكت ولده ويقول له: يعني لا يوجد شيء، كيف ما يوجد شيء؟ قال له: يا وليدي، تذكرت أمك لما تخرج إلى العمل تسوي لي القهوة، ونجلس أنا وياها الصباح ونتقهوى ونتذكر أيام أول والمواقف مع الصغيرين وأحوال جيراننا وأخبار أهلنا، نتسولف ونتحدث، وتؤمن معي بعد ما ماتت أمك؟ صحيح الناس ما يقصروا يزوروني، لكن أبوي يجي ما يجي من أول الصباح، أبوي يجي يمكن يتقهوى يمكن ما يتقهوى. قلت: تذكرت أمك فأصابتني عبرة. إذن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إذا ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. هذا في إشارة إلى أنه يمكن أن تتزوج المرأة قبل المحيض، كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة قبل المحيض، هذا ثابت. فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. ويمكن أيضا اللائي لم يحض بسبب المرض، مرضت أو استؤصل لها شيء في أحشائها فصارت لا تحيض، فعدتها ثلاثة أشهر. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن الحامل عدتها بوضع الحمل، سواء كان الطلاق في أوله أو كان في آخر الحمل،
فإلى أن تضع الحمل. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهل هذه الآية خاصة بالمطلقات أم هي عامة؟ حتى بالنسبة للمميتات خلاف، والجمهور على أنها عامة، وجمهور أصحابنا أنها خاصة في المطلقات، وعلى هذا رأي الإمام ابن عباس رضي الله عنه، وكانوا يأخذون برأيه. لكن الفتوى الآن على أن العدة تنتهي بوضع الحمل. في ذلك حديث سبيعة الأسلمية أن زوجها سعد بن خولة توفي شهيدا في بدر، فوضعت حملها بعد 23 أو 25 ليلة من وفاته، يعني أقل من شهر. فبعد أن انتهت سبيعة من النفاس تهيأت وتزينت، فرآها رجل من المسلمين يقال له أبو السنابل، فلما رآها أنكر عليها، قال لعلك تريدين الزواج، كيف ما خلصتي 4 أشهر 10 أيام؟ ما عجبنا وزعل. فلما أمست جمعت ثيابها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألت، فقال لها صلى الله عليه وسلم حللت فانكحي، خلاص انتهت العدة وكان لك الزواج. تتوقع من تزوجها؟ والسلام. هكذا رأيت في بعض الكتب أن أبو السنابل هو الذي تزوجها بعد ذلك. طيب، إذن هذه العدة، إذن على ذلك إذا كان رجل طلق امرأته فإنها تنتظر فترة العدة وهي 3 حيض، وثلاث حيض قد تكون 3 أشهر وقد تكون أكثر، بمعنى قد تكون المرأة غير منتظمة في الدورة الشهرية، قد تكون أقل من 3 أشهر. فتخيلوا أنها تبقى معه في البيت وهو ينفق عليها